وبمناسبة عيد انتقال أمنا العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بقداس احتفالي أقيم في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير جبل الحسين. ترأس القداس الأب زيد حبابي راعي الكنيسة بمعاونة الشمامسة ومشاركة جوقة الرعية. وخلال القداس الذي حضره عدد كبير من المؤمنين، رفعت الصلوات والتضرعات إلى الله لأجل أن يحل السلام في العراق والعالم، ويدوم الأمن والاستقرار في الأردن بشفاعة أمنا مريم العذراء المنتقلة إلى السماء. وبعد القداس رتل المؤمنون والجوقة ترتيل مريمية، وداروا في دورة في ساحة الكنيسة حاملين تمثال السيدة العذراء، وهم فرحون ومبتهجون. (تصفيق)